إهداء من عبد الله إلى أبوه الغالي أبو بدر وأمها الغالية أم بدر. يا أبوي وأمي 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 لكم بكتاب من الوجدان أبيات شعر من الخاف جاني مروية أسوقها فعلب الكلمات وعلى الحال وظنها عن ضراكم ما الكافية. يا أبوي وأمي لكم بكتاب من الوجدان أبيات شعر من الخاف باقي مروية أسوقها بعد الكلمات ولا الحال وأظنها عن ضراكم ما هي كافية. يا أبوي يا قدر شفيك كل أمر وشار القول والفعل وفن البطولية لأنك علي بالعلا لك بصمه وبرهان واحد وتسوى بفعلك حسب تلميح. يا أبوي يا قدر جفيك اللي أمر وشان فالقول والفعل والروح البطولية لأنك علي بالعلا لك بصمه وبرهان واحد وتسوى بفعلك حسب واحد وتسوى بفعلك حسبة المية. يا أبو بدر يا اللي اسمك يا رجح الميزان يا رمز الطيب والوقت الحي قرمي خصوفك على هايش بها الأعتان غيب عتانك رمادي الجميعية. يا دخلنا يا سنتنا يا عفل مهشان يا النادر المعيدين أسفلان وغلي والله يا يوم لا وقتك لك القيفان بالدمي مقدر وفي حقك شوية. يا أم بدر يا غلاتي يا ضياء العيان يا نور خلفان بعيوني يا ضياء في طيبتك وبحنانك ما انخلق إنسان. يا مريم الطيب يا الراس نافية يا مريم الطيب يا الراس نافية. يا أبوي وأمي لكم أباتي الرحمن طول عمرك سعادة دايمة حية من أبنائكم نهديكم الأبيات والأوزان ما شعري صدقها بالحب كافية ما شعري صدقها بالحب كافية. يمنع استخدامها. الحقوق محفوظة لدى استديوهات أفراح العروسين. أفراح العروسين للزفات والشيلات والقصائد وسحب الموسيقى. هذه النسخة للاستماع فقط. يمنع استخدامها. وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021 أو من خارج المملكة 00-966-5333-48-021.